بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم سدا فأخذناهم فهم لا يبصرون وسفى الله عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما ويستقب الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وعجل كريم إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أعطينا فيه إمام مبين واذب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا المثنين فقدموا فعدنا بثالث أحصينا في إمام مبين واذب لهم مثلهم عسلهم أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فقدموا فعجزنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم قالوا تعالكم معكم عن ذكرتم أن أنتم قوم مسرفون وجاء من أصل مدينة الرجومية قال يا قوم الطبيب ورسولني الطبيب ليس لكم أجر مهتدون وما لي يا عبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة أذن الرحمن وذلة غني شفعاتهم شيء ولا ينقذون إني ذل في ذلال مبين إني آمنت برب المخلوقين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربه واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من ومن السماء من كنا مظلمين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا عنها مغضين وجعلنا في جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون لأكل من ثمر معمول عيدهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض وأنفسهم مما لا يعلمون وآيات له الأسلخ من النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى آت كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار في فلك يسبحون وآيات له حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثل ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون قيل لهم أن تقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لعلكم ترحمون وما تعت من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورذين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقناهم قال الذين كفروا والذين آمنوا ونتبع الله شاءتهم إن أنتم إلا بضلال مبين ويقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة فإذا هم يخصمون فلا يستطيعون توسط ولا إلى أهل يرجعون وَالنُّخَ بِالصُّورِ فَتَذْرُونَ وَإِذَا مِنْ أَجْدَادٍ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا بَيْلَنَا مِنْ بَعْثَنَا مَا مَالِ قَدِّنَا مَا حَذَرُ وَحْمَا رَمَزَقَ الْمُسْلُونَ إِنْ كَانَتِ اللَّهَ زَيْحَةٌ وَاحِدٌ فَإِذَا هُمْ جَمُوا الَّذَيْنَ حُزَرُونَ وَالْيَوْمْ لَا تُظْلِمُ نَفْسٌ شَيْءٌ وَلَا تُظْلَمُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إن أصحاب الجنة يعمل في شغل فاكحون وهم أزواجهم في ظلال على الأرائك ينطقون لهم فيها فاكهة لا ما يدعون سلام قالوا ربهم تعذر أم يعلم ويجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا شيطانا إنه لكم عدو مبين وعابدوني هذا صراط مستقيم ولقد أذلت منكم جبالا كثيرا أفلا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها لما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفهم وتكلمون عيدهم ولا أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عيونهم فتذقوا مضمونهم مبصرون ولو نشاء لمسنا على مكانتهم فبطل حزون ولا يرجعون ومن يعمله ننكث خلفها فلا يعقلون وما علمناه الشرع ينبغي له أنه ذكر القرآن المبين لينذر من كان حي حق القول على الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
نكون من الخاسرين.